أما المرحلة الأخيرة بعد أن تزول العين ويستعمل الإنسان ذلك الماء في جسده فإنه يكون ذلك الماء مستعملا، فقال هو طاهر إلا أنه غير مطهر. أخذ الإمام رحمه الله تعالى في قوله هذا إن هذا الماء طاهر غير مطهر لأنه يعني سببه في ذلك أنه ماء مستعمل، والماء المستعمل للفقهاء فيه خلاف. مثلا الإنسان يتوضأ وحينما يغسل وجهه ويغسل يديه ونحو ذلك ورجليه يقطر منه ماء، فذلك الماء المستعمل هل هو ماء طاهر أو هو ماء طهور؟ فرقون بين الأمرين، الماء المستعمل هل هو ماء طاهر أو هو ماء طهور؟ إذا رجعنا إلى قاعدتنا فإن قاعدتنا تقول الماء إن كان قليلا ولم يتغير شيء من أوصافه فإنه يبقى على وصف الطهورية، فذلك الماء الذي يتقاطر من المصلي على هذا الرأي هو ماء طاهر أو طهور، وماء طهور على هذه القاعدة، لأننا قلنا ولو كان قليلا ما لم يتغير شيء من أوصافه فهو ماء طهور.